أعلنت شركة مطار البحرين عن حصول مطار البحرين الدولي وقاعة دبيرل بالمطار على تصنيف خمس نجوم من شركة سكاي تراكس العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران نعم يأتي ذلك للعام الثالث على التوالي تقديرا للالتزام المطار بأعلى المعايير العالمية للخدمات والمرافق التي يوفرها للمسافرين هذا وقد أعلنت سكاي تراكس عن منح هذا التصنيف بعد إجراءات تدقيقية مفصلة للمطار وفقا لمعاييرها العالمية بما في ذلك معايير خدمات المغادرين والقادمين، ياتي هذا الانجاز العالمي البارز لقطاع الطيران البحريني تتويجا لجهود شركه مطار البحرين المتواصله وحرصها على تقديم خدمات متميزه ومرافق ذات معايير عالميه لمسافريها وشركائها في مطار البحرين الدولي، الامر الذي يعزز من مكانه المطار الرائده على خارطه الملاحه الجويه العالميه.